ومعانا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير استاذ اشرف ابو الهول مدير تحرير الاهرام. ازيك يا استاذ اشرف؟ ازيك يا استاذ يوسف، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. تحياتنا ليك. ويعني نتشرف بالوجود معك. لا، شرف ليا، ويمكن انا وحضرتك اكيد يعني بننقل ايضا تعازينا الشخصيه ويمكن على لسان الصحافه المصريه او الاعلام المصري لكل اسر الضحايا سواء اذا كان في ليبيا او في المغرب. لكن وانا برجع تاني هنا للحدث وما يحدث في ليبيا تحديدا، الكارثه للأسف الشديد ضحاياها ونتائجها أكبر بكثير مما كنا يمكن أن نتصور. يعني خليني أقول لك أنه الكارثة الناس بتوصفها في ليبيا بالطوفان، لأنها بالفعل أشبه بالطوفان. المياه جاءت لهم من حيث لا يدروا. يعني حصل إعصار في البحر المتوسط، الرياح حملت المياه، حملت الأمطار، دخلت المناطق الليبية، نزلت فيضانات كاسحة اجتاحت المدن، ومدينة كبيرة زي مدينة ديرنا يعني يقال أن الخسائر فيها فادحة. الخسائر في تقارير بتقول أنه لن يعرف حجمها الحقيقي قبل مرور شهر أو أكثر، لأنه مدن أو مناطق كاملة وقرى كاملة اتمحت من الوجود. وللأسف في أخبار يعني برضك سيئة، أتمنى يعني ما تكونش صحيحة، إنه في عدد من المصريين العاملين أو الموجودين في المنطقة كانوا بين الضحايا. ضحايا حتى الآن الكلام عن 3000 يعني شهيد، لكن الواضح انه العدد هيبقى اكبر من كده بكتير. ده بيفكرني لما حصل تسونامي في اقليم اتشا في اندونيسيا نهايه 2004 بدايه 2005، ورحنا نغطي الكارثه وكان الكلام عن 10000 قتيل على ما رحنا، واتكثفت عمليه البحث عن يعني عن الناجين وعن الضحايا، وصل الضحايا لحوالي 250,000. نتمنى ده ما يكونش حاصل في ليبيا، ونتمنى يكون في مساعدات دوليه عاجله. يعني زي ما الرئيس السيسي اليوم وجه القوات المسلحه ب يعني تسخير امكاناتها لمساعده الشعب الليبي، اتمنى انه دول كتير تعمل كده، لانه الكارثه كبيره. ما فيش إمكانيات دولة وحدها هتقدر تواجه مثل هذه الكارثة. أنت مش محتاج فقط عمال إنقاذ، ولا محتاج أغذية وأدوية وبطاطين زي ما بيحصل، أنت محتاج معدات ومحتاج ناس مدربين. ويمكن علشان كده كان تكليف القوات المسلحة المصرية اللي عندها خبرة في مثل هذه الأمور، لأنه ضمن المناورات اللي بتجريها القوات المسلحة المصرية هي مناورات الإنقاذ، سواء الإنقاذ البحري طبعا البحث والإنقاذ والإجلاء وما إلى ذلك الطرق. طبعا بالتأكيد يعني. وبالتالي فللأسف الشديد الوضع مأساوي، ونتمنى يعني السلامة لشعبنا واخواتنا في ليبيا الشقيقة. والله يا استاذ اشرف، يمكن انا وانا بسمع حضرتك قاعد عمال بفكر في انه فعلا لا يجب تقديم المزيد من المساعدات من كافة الدول ودون النظر الى اي امر سياسي. نحن نتحدث على كارثة انسانية لحقت للاسف الشديد بليبيا، لحقت للاسف الشديد بالمغرب، وبالتالي توجيه المساعدات ينبغي وبل بالضرورة انه يتخطى حدود السياسة ويتخطى حدود اي خلاف او اي تصور سياسي. نحن نقدم المساعدة للبشر أولا. صحيح، لأنه إذا كانت ليبيا فيها حكومتين الآن يجب أن يتوحدوا، يجب أن يتصرف كحكومة واحدة كشعب واحد، لأنه الحادث جلل، والمواطنين الليبيين سواء في الجنوب أو الشرق أو الغرب في النهاية هم قبائل واحدة وأسر واحدة وعشائر واحدة وتاريخ من الكفاح المشترك طبعا. وبالتالي يجب أن نتجاوز كل مشاكل السياسة، وحكومة شرق ليبيا تتعاون مع حكومة غرب ليبيا، والعالم كله يتعاون مع الاثنين لتقديم أقصى قدر من الدعم.
الدعم زي ما بقول ممكن ما يكونش الأكل، لأنه ممكن يكون المخازن في ليبيا فيها أغذية وممكن يكون فيها أدوية، وده حصل على سبيل المثال مع المغرب في الكارثة الحالية أيضا، كارثة الزلزال. هي وافقت على استقبال المساعدة من بعض الدول ودول تانية لأ، فكان التفسير أنه إحنا مش مشكلتنا الأغذية، إحنا مشكلتنا المعدات، مشكلتنا المساعدة التقنية، مشكلتنا الناس اللي تقدر تقول انه في لسه روح بتتنفس في المنطقة دي ولا لا. صحيح. الأجهزة اللي بترصد انه تحت الأنقاض في المنطقة دي في نبض قلب ولا مفيش، وبالتالي فعلى العالم ان يتحرك بكل إمكانياته وكل ما يملكه من خبرات من اجل مساعدة الشعب الليبي والشعب المغربي في نفس الوقت، لأنه أيضا المغرب بتواجه كارثة مماثلة، كارثة الزلزال. صحيح. وعندها مشكلة تانية، وبرضك يعني القوات المسلحة المصرية بخبرتها هتساعد فيها، هي مشكلة الطرق المقطوعة للوصول للمناطق الجبلية في منطقة الحوز، الكرة النائية، كل دي أيضا عايزة إمكانيات دول، إمكانيات كبيرة، عايزه خبرات. فنتمنى ان العالم كل ما لديه صحيح. من فرق انقاذ مدربه، من ناس عندها خبرات من مناورات وتدريب وتجارب سابقه، انهم يتحركوا لليبيا وللمغرب في وقت واحد بالمشاركه مع القوات المسلحه المصريه، علشان يبقى فيه اكبر قدر من انقاذ البشر باذن الله. صحيح، باذن الله ربنا يستر. اشكرك جدا استاذ اشرف ابو الهول، الكاتب الصحفي الكبير ومدير تحرير جريده الاهرام.